الأبراج ونشوف حظك اليوم. تعالوا كده نشوف حظ كل برج. معانا الأستاذة سونيا الحبال خبيرة الأبراج، أهلا بيكي. صباح الخير، يوم حضرتك سعيد يا أستاذة سونيا. صباح الورد عليك يا رب، دايما كده أيامنا طاقة إيجابية كلها. تمام، نشوف بقى الأبراج مع حضرتك. يلا نبتدي النهاردة ببرج الحمل. طيب الحمل النهاردة بيقول اليوم تحصل على مهنة ناجحة أو تفعل شيء إيجابي عظيم. تمام تمام كده. طيب برج الثور، صراع ستتغلب عليه اليوم، عليك الاهتمام جيدا بما تفعله. نروح بقى لبرج الجوزاء، اليوم عندك بداية ناجحة جدا قد تؤثر على مستقبلك القادم. البرج اللي بعد برج السرطان، تفكر في استرجاع حياة بالماضي وحنين وشغف للماضي. برج الأسد، اليوم أنت بحاجة لتحديد هدفك، واسع لتحقيقه ولا تخاف من الفشل. أما العذراء بقى، قرار صائب اليوم تتخذه في عملك يشير إلى مستقبل لك جيد. ميزان، الميزان، هناك مال لو عائد كنت في انتظاره سيصل إليك. العقرب، العقرب عندك طاقة تعلق ستؤثر على حياتك، قد تكون تعلق عاطفي أو عادة سيئة، احذر وده طبعا إنذار. تمام. أما هو العقرب شخص يعني سواء راجل أو ست، هما من الأبراج اللي بتتعلق حتى بأشيائها، يعني لو ألم هي بتحبه أو بيحبه وبيتعلق بيه نفسيا يعني. ودايما من الطاقات السلبية عندنا أو في علم الطاقة، أي طاقة تعلق بتبقى طاقة سلبية على صاحبها. يعني دايما نقول ما فيش حاجة اسمها يعني تعلق، يعني يتعود التخلي العقرب، بتنصحيه يعني. نحب الشيء بدون تعلق، لأن الإنسان اللي بيتعلق بشيء لو فقده، أو يعني مثلا إنسان بيتعلق بالمال، لو قال لي المال بتلاقيه بيتدمر عصبيا. تعلق بشخص، لو الشخص ده اتعامل معاه مش كويس بيتدمر عصبيا، عشان كده دايما نقول نحب ولا نتعلق، بيتأثر بشكل يعني أكبر. نروح للقوس. أما القوس، عندك اليوم نهاية شيء وبداية شيء ومرحلة أفضل في حياتك. أما الجد، اليوم أنت في بدايات جديدة سواء عمل أو علاقة عاطفية. الدلو وأيامهم بقى الحلوة هذه الأيام قوي، الدلو نجاح في مشروع أو في الدراسة. أما الحوت اليوم، أما الحوت بقى، هناك فرصة عظيمة في الطريق إليك غير متوقعة. طب خليني أسأل حضرتك كده عن، لو تقولي لنا برجين أو ثلاثة مثلا، دول أبراج بتحب أصحابها قوي وبتقف في ظهرهم باستمرار. برج السرطان من الأبراج الجميلة قوي، اللي هي ممكن تعمل كل حاجة علشان أصدقائها. برج الجوزاء كمان من الأبراج اللي ممكن تضحي فعلا بنفسها عشان اللي قدامها. يعني هم أكترهم برج الجوزاء وبرج السرطان من الأبراج، والحوت كمان معنا، من الأبراج اللي هي بتفكر قوي في المحيطين على حساب نفسها. يتقال عليه صاحب صاحبه يعني. لا، ويحب الغير أكتر من نفسه، يعني يجي على نفسه قوي عشان خاطر الغير.